مباراة الفرصة سميها، مباراة البطولة مفيش مشاكل، لأن الحقيقة 90 دقيقة تترجم لبطولة، وبطولة مش بطولة سهلة ولا بطولة قليلة الحقيقة. أنت بتتكلم على سوبر إفريقيا، بتتكلم على تاريخ الحقيقة ومجد كبير جدا لكل لاعب طبعا في لعيبة النادي الأهلي، وبالتأكيد طبعا الرقم 7، وإن شاء الله بإذن الله تكون من نصيبنا. بيشرفنا مرة تانية كابتن عمرو الحديدي في السادسة، والحقيقة يمكن اتكلمنا ودينا ماتش سان داونز ما فيه الكفاية، يهمني أتكلم معاك على ماتش نهضة بركان. المباراة دي في ناس كتير جدا شايفاها بطولة سهلة أو بطولة بلاش سهلة، خلينا نقول بطولة مضمونة، شايفة في فوارق في الإمكانيات، فوارق في التاريخ، فوارق في البطولات، وفوارق حتى في المستوى على مستوى الأرقام والنتائج اللي متحققة في الموسم الحالي. نهضة بركان بعيد شويتين، الأهلي إلى حد ما ماشي كويس قوي مع مستر موسيماني. بتتفق مع وجهة النظر دي ولا مع وجهة نظر بتقول لك لا ده ماتش واحد وبطولة واحدة في 90 دقيقة فيها كل شيء وارد؟ اتفق ان المباراه واحده وماليش دعوه بالاسم اللي انا هلعب قدامه ايا كان من هو، رابع الدوري، عاشر الدوري المغربي، اخر الدوري المغربي، مش يحرق بطل افريقيا، لا يحرق بطل افريقيا. أيوه. لا، النادي الاهلي عارف الدرس كويس قوي. النادي الاهلي قفل ملف سان داونز مجرد لما غادر البلد وتوجه على قطر. أيوه. فكر في مباراه اسمها مباراه التتويج من 24 ساعه. بطوله في 24 ساعه. المطلوب من لعيبه النادي الاهلي، اعتقد انت حسمت حاجه وفرحتنا وعملت اللي ما يمكن يتعمل في مباراه سان داونز هنا وهناك، خلصنا منها. فكر في البطوله اللي جايه اللي هتقام يوم الجمعه ان شاء الله، والاهلي يكون هو البطل، وتضاف لكل واحد من اللعيبه لتاريخ النادي الاهلي اضافه جديده، بطوله جديده تخش جوه دولاب البطولات اللي موجود للنادي الاهلي، للعيبه اللي عمرها ما اتوجت. واهم حاجه يا استاذ احمد، النادي الاهلي رايح البلد، مفيش لعيبه توكش في الاهلي يا كابتن عمرو، كله تم اللي جاي بقى له 3 4 شهور مره رفع بطوله مستر موسيماني، هنقول يحصد البطوله ديت وكاس السوبر، يبقوا 5 بطولات في مده زمنيه بسيطه، اقل من سنه، اقل من سنه. بس النادي الاهلي تم تتويجه ثالث عالم للانديه في البلد دي، صح، ومع نجوم العالم من الفرق، صح، مش مطلوب منك يا نادي الاهلي غير الروح اللي احنا شفناها في المباراه السابقه واداء النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليه في المباراه دي. حته دخول الجماهير، احنا بنلعب في بلدنا، مش بنتكلم على اسم البلد، لا، بنلعب في ملعبنا. أيوه. احنا مش قلقانين من حاجه في اي حته، النادي الاهلي بيبقى رقم واحد. لا، وانت عندك افضليه انك لعبت فعلا على الملعب ده، عارف يعني وحافظ. يعني هم رايحين جداد على الملعب، انت لاعب ولاعب يعني لاعب مده طويله واتمرنت على الملاعب وكل حاجه، ولاعب مع بطل قطر، ولاعب مع بطل المانيا وبطل اوروبا، ولاعب مع بطل امريكا الجنوبيه وبرازيل. فانت مش راح تلعب يعني مش لاعب ماتشات وديه، ده مباريات قويه ومباريات رسميه، ونجحت في الحمد بجدار، اتعودت على المناخ وتعودت على الملاعب وتعودت على الاداء، كل حاجه موجوده هناك. انت رايح تلعب في مصر، احنا بنلعب في مصر، الملاعب بالنسبه لنا كلها هي مصر. اداء النادي الاهلي هو المكسب اللي فات من مباراه افريقيا، هو الروح والضغط اللي احنا مفتقدينه بقالنا فتره. طبعا.